البعض يحب الساخن والبعض يحب الأطعمة والمشروبات المنعشة. سنكتشف ما سيحصل عليه أبطالنا في تحدي جديد، ساخن أو بارد أو لا شيء. لا أستطيع الانتظار للبيض. انتظر يا زاك، سأخلط البطاقات أولا. تفضلي جيل، هذا لك يا زاك وهذا لي. حسنا لا شيء. ولدي طعام بارد تبا. أنا سعيدة لوجود شيء أكثر سخونة. واو، هذه بيتزا. هاي، هذه متعة حقيقية. سأبدأ. صندوقك فارغ يا لوسي. لقد نسيت أنني لم أحصل على شيء. هيا كل حالا. كم يوجد ثلج؟ كم يوجد ثلج؟ هذه البيتزا تشبه الآيس كريم، إنها خشبية. حسنا، سأحاول التعامل معها وكسرها إلى أشلاء. أوه، كم هي قاسية. مقزز، لن أكلها بعد الآن. واو، البيتزا الخاصة بك يمكن رميها مثل السكين. لم أتوقع هذا التأثير. أعتقد أنني اكتشفت كيفية إصلاح الأمر. أنا فقط بحاجة إلى كي البيتزا الخاصة بي. أنت ذكي جدا. مذهل. نعم. لا، أنت حقا رائع. أوه، بيتزتي محترقة. ليس هذا. لا أعتقد أن طعمها أفضل من الثلج، لكن الأمر يستحق المحاولة. مقزز، يبدو أن اليوم ليس يومي. أتمنى أن أكون محظوظة أكثر منك. إنها نار! أغلق الصندوق! لكني بحاجة إلى الأكل. لدي فكرة، دعينا نملأ البيتزا الخاصة بك بالماء. أوكي. واحد، اثنان، ثلاثة، لننطلق. نجحنا. شكرا زاك، لكن الآن البيتزا مبللة. لا تبدو فاتحة للشهية. يبدو أنني لست الوحيد المتبقي اليوم بدون غداء. خاسرون. ابدأ حالا يا زاك. حسنا، لقد أسرعت واخترت البطاقة الخطأ. أود أيضاً أن أحصل على شيء آخر. كل شيء يناسبني باستثناء البروكولي. كم هو حار. في رأيي الجو بارد جداً. هذا ليس بروكولي، لكنه قطعة من الثلج. أنا سعيد لأنني لم أحصل على أي شيء. حظاً سعيداً يا فتيات. توقف عن الشماتة. صحة وعافية. يمكنني معالجة الأمر. فو، يا له من مقرف. لا أرغب. لكنك لم تأخذي حتى قضمة. لن ينجح الأمر بهذه الطريقة. سأجعلك تأكلين. افتحي فمك. حسنا، لقد أكلت. أوه، مثل للإشمئزاز وساخن. حتى أن وجهك تحول إلى اللون الأخضر. مضحك للغاية. غضب شخص ما بشكل جدي. حان وقت الانتقام. لا أعرف من أين أبدأ. هذا البروكولي فظيع. لدي فكرة. سأحاول قطعه.
أوه، هذا ليس بالأمر السهل. أوه، يبدو أن المنشار قد انثنى. أوبس، علينا التخلص منه. ماذا يجب القيام به؟ لا يوجد سوى مخرج واحد، استخدام مطرقة ثقيلة. في رأيي جل هذا لن يعمل. نعم، هذا ليس خيارا. فكرة، أنا بحاجة إلى وزن. وزن. بالضبط. الآن سوف أخذها إلى القمة وبعد ذلك سأقوم بإسقاطها. أوه، الوزن يسقط علينا مباشرة. ضربة مثالية، لا يجب أن تخافوا. فقط الجليد لم يتصدع. سأتخيل أنه آيس كريم. أعصابي. أنا أول من سيأخذ البطاقة. أنا الثانية. علي أخذ ما تبقى. كنت مخطئة في الاختيار. خيبت حظي أيضا. واو، أنا محظوظ. كيت كات، فقط انظر كم هي كبيرة وباردة جدا. وأنا على العكس، إنها حارة. Oh yeah. أتساءل ماذا يوجد داخل غلافي؟ لكن لا يجب أن يكون لديك شيء بارد على الإطلاق. هي فارغة. ليس عدلا. أنا منزعجة. تعاملي مع الأمر، إنه مجرد فشل. أنا بدأت. واو، هذه القطعة مغطاة بالجليد. سأحاول تسخينها. لا أستطيع أن أقدم. يا للمسكينة، سوف تكسر أسنانها. علي أن أتصالح مع الأمر. ومع ذلك لدي فكرة. أحتاج إلى حشو الشريط بأكمله في فمي. لكن هذا مستحيل. لا أصدق عيني، لقد فعلتها. رائع، فقط أنا أشعر بالبرد قليلا. أحتاج إلى ارتداء معطف الفرو. سأحاول تدفئتك. شكرا زاك، أنا أفضل بكثير. إنه دوري الآن. واو، أنا كلي ملطخ. يشبه الشوكولاتة السائلة بالداخل. تبدو فاتحة للشهية. لا مانع من تجربتها. لنتخيل أنها كوكتيل شوكولاتة. لذيذ جدا. ماذا تفعل؟ ابتعدوا، هذا لي. سترين الآن. خذي هذا جيل. وأنت يا لوسي. لا تفعل ذلك من فضلك. حسنا، أنا أسامحك. طعام بارد أو ساخن، أنتم تختارون. لكن تذكروا شيئا واحد، من الواضح أن كلاهما أفضل من لا شيء. هذا كل شيء لليوم، إلى اللقاء.